مالك؟ اتخرجت من صيدلة وكل ما بنزل صيدلية بحس ان الشغل حاجة والكلية حاجة تانية. طيب ايه رأيك تاخد كورسات تطور بيها نفسك عشان تبقى مميز عن غيرك؟ ما انت شايف سوق الكورسات مليان استغلال، والاعلام بيكون حاجة والمحتوى حاجة تانية، والكويس في المجال بيديلك الكورس الواحد بسعر قد شغل شهر كامل. يبقى شكلك مسمعتش عن فارما أكاديمي. أكاديمية تدريب بتقدم أكبر دبلومة لصيادلة المجتمع في الشرق الأوسط. أنا لسه مخلص المستوى الأول من الدبلومة، وبصراحة كده حاجة عظمة، وناوي أشترك في المستوى التاني على طول. الدبلومة بتربط الدراسة بسوق العمل، لأنها بتقدم لك دبلومة واحدة فيها أكتر من 40 كورس على مستويين. أنت بتقول إيه؟ 40 كورس ولا 40 محاضرة؟ لا يا عم، انت سامع صح. 40 كورس عبارة عن 90 محاضرة حوالي 90 ساعة، دول مستوى أول، و45 محاضرة حوالي 90 ساعة، دول مستوى تاني، ده غير ساعات زوم على المستوى الأول اللي بتتجاوز ال 26 ساعة. وإيه الكورسات دي يا ترى؟ خد عندك يا سيدي. بالنسبة للمستوى الأول، أولاً الكورسات العلمية، الفارما وحالات الـ OTC كاملة، فيتامينز، الأمراض الجلدية، أمراض العيون، لاب أناليسز، ريفيرال كيسز، ويت كنترول أند سبلمنتس، أدوية التلاجة والغوالي والهرمونات، كوزموتكس، هير أند سكين كير أند كيور، مستلزمات الصيدلية، أي حاجة في الصيدلية غير الدواء والتجميل، التعامل مع حالات التسمم الطارئة. ثانياً الكورسات العملية، التركيبات الصيدلية، أكتر من 50 تركيبة معملية. ثالثاً الكورسات التطبيقية، كل أنواع المهارات اللازمة للتعامل داخل الصيدلية، تواصل، بيع، قيادة، عمل جماعي، خدمة عملاء، أخلاقيات العمل، حقوقك النقابية وقانون مزاولة المهنة، ازاي تكون جاهز لاي انترفيو. اما بالنسبة للمستوى التاني، فده بقى للناس اللي حابة تطور نفسها اكتر في الجانب العلمي والاداري. اولا كورسات علمية بيشرحوا فيها كل اللي يخص الامراض المزمنة من منظور صيدلي المجتمع، والتدريب على توعية المرضى وزويهم، فحالات CVS، حالات CNS، حالات الكيدني ديزيزس، حالات الليفر ديزيزس، حالات ثايرويد ديزيزس، حالات ادرينوكورتيكال ديسوردرز، اونكولوجي، ميديكيشن اند سبورتيف كير، كل ما يخص الدايابيتيز، كل ما يخص الجينيكولوجي، كونتراسبتيف، بيدياتريك نيوتريشن، جيرياتريك نيوتريشن، ريديولوجي ريبورتس انتربريتيشن، دراج دراج انتراكشن. وثانيا كورسات اداريه بيشرحوا فيها كل اللي يخص اداره الصيدليه، زي مثلا انتروداكشن تو مانجمنت، فاينانشال مانجمنت، ستوك مانجمنت، ماركتنج، HR، فولو تو ليد، نيلز ذا سيل، اساسيات التعاقد، اوبن يور اون فارماسي فروم سكراتش، اول اباوت انسبكشن، رايتس اند ديوتيز. ده كلام عظيم جدا، ده في حاجات انا اول مره اسمع عنها، ويا ترى مين بقى اللي بيشرح الكلام ده؟ او هو ده اهم سؤال، قول لي ليه. ليه؟ قلت لي ليه؟ عشان الدبلومه دي اساس تكوينها هو تقديم محتوى قوي محترم من مجموعه مدربين محترفين، وعن خبراتهم ومشاهداتهم حدث ولا حرج. اهم صفاتهم العلم الحقيقي والاحترام والاخلاق والمهنيه تجاه زملائهم الصيادله، ولما تجرب تتعامل معاهم هتعرف بنفسك. طب ومده الدراسه قد ايه؟ انت معنى كلامك ده انها حوالي 200 ساعه، وفين المكان؟ انت عارف صاحبك كسول. مدة الدراسة للمستوى الأول 4 شهور، 3 شهور دراسة وشهر مراجعة وتقييم عن طريق امتحان ومشروع تخرج، وللمستوى الثاني 3 شهور، وممكن دمج الدبلومتين تدرسهم في 6 شهور، ومفيش مكان ولا حاجة. الدراسة هتكون من على تليفونك وانت في مكانك على تطبيق فارما أكاديمي، هات تليفونك حملهولك. ولو في شهادة يا ترى معتمدة ولا ايه؟ انت مصمم انه كورس؟ ما قلنا دبلومة حوالي 200 ساعة، واه يا سيدي في شهادة، انا محملها على تليفوني، شوف عاملة ازاي؟ ومعتمد قدامك اهو من اتحاد الصيادلة العرب، المظلة النقابية لجميع الصيادلة العرب. طب وعلى كده بقى الدبلومة والكورسات دي بكام؟ شكل الموضوع كبير. ولا كبير ولا حاجة، ما انا لسه قايل لك محترمين ومهنيين، هم عندهم أكتر من نظام للحساب، وفي باقات مختلفة، لكن أكبر باقة عندهم تقريباً قد سعر كورس واحد بس من الكورسات الخزعبلية اللي بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا. طب أتواصل معاهم إزاي؟ أنا متحمس جداً. ده لينك صفحتهم على الفيسبوك، وتقدر تتواصل مع منسقة الأكاديمية على الرقم ده. انا حقيقي مش عارف اشكرك ازاي، ربنا يجعل كل حرف هتعلمه وافيد بالناس في ميزان حسناتك. بالتوفيق ان شاء الله. خلينا نتقابل بعد ما نخلص الدبلومه وانت فعليا حاسس انك صيدلي بجد.